صباح الخير عليكم مشاهدي قناة الصحة والجمال، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامج أحلى طفولة. النهاردة هنناقش موضوع هام جدا يهم كل بيت في مصر، وهو علاج الأمراض النفسية عن طريق اللعب. ويسعدنا يكون معانا ضيف حلقتنا النهاردة دكتورة حنان مرزوق، أخصائي استشاري الطفولة وعلم النفس. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا سلام. عايزين نعرف حضرتك النهاردة، عايزين نعرف معنى اللعب بالنسبة للأطفال إيه؟ في الأول نقول لكل الأمهات صباح الخير، ونقول لهم إحنا أحلى طفولة وعايزين نستمتع بالأجازة بتاعتنا. خلاص إحنا ابتدينا الأجازة، وعايزين نخلي ولادنا في صحة نفسية عالية، واللعب هو حياتهم. فاللعب في حد ذاته معنى إيه؟ اللعب هو نشاط، نشاط موجه الأطفال بيستمتعوا بيه، نشاط موجه. في سلايد ممكن يعبر لنا أكتر عن الموضوع دوت. بيظهر لنا بقى السلايد اللي هيجي هنا اهوت ان قد ايه معنا صوره عن سمات اللعب الموجه. بمعنى ايه يا دكتور سمات اللعب الموجه؟ صفات اللعب. ازاي نخلي ان اللعب دوت اللي هو كان نشاط حر ونشاط تلقائي، نشاط مفيد بالنسبه للام والطفل او بالنسبه للطفل بصفه عامه. عشان كده زي ما احنا شايفين هو حياه. فعلا اللعب بالنسبه للطفل حياه. لما بنحب بنشبهه ان هو دم، بنفس الدم اللي بيجري جوانا هو بالنسبه للعب في حياه الطفل. عشان كده اللعب لازم بيشمل المتعه والتسليه، وعلشان برضو كده اللعب لازم يكون حر، ما فيهوش غصب ولا فيه جبر عليه. طول ما الطفل بيبقى منطلق بالاحساس ده هو كده بيلعب. تمام. هو يا دكتور في لعب مفيد للطفل وفي لعب سلبي ممكن يأثر عليه سلبيا؟ مفيش حاجة اسمها لعب سلبي، كل لعبة هتفيد الطفل بصورة ما، ولكن في لعبة تفيده دلوقتي وتأذيه بعدين. ازاي؟ يعني مثلا أنا دلوقتي بلعب بالكمبيوتر، هتفيدني دلوقتي، هتضرني بعدين في ايه؟ في ضعف النظر. إنما لو احنا خدنا الألعاب الكمبيوتر ساعات قليلة بالنسبة للطفل، ده هيبقى مفيد جدا بالنسبه له. برضه لعبه الكمبيوتر، اللعبه ديت او الجيمز بتاع الكمبيوتر بصفه عامه، لو احنا خدناها في العمر المناسب هيبقى مفيده جدا. انما في العمر الصغير قوي، يعني طفل بيلعب، نقدر نقول من سن كام اللعب يكون مفيد للطفل؟ ما هو اساسا اول ما الطفل يتم 40 يوم بيبتدي يلعب. بيلعب ازاي؟ بيلاقي. ما في العاب كلاميه. المناغاه في حد ذاتها لعبه بالنسبه للطفل. ولما احنا نيجي نقلده دي لعبه اسمها لعبه التقليد. يعني الام لما تكلم البيبي بتاعها ده كده بتلعب معاه، بتنمي قدراته تقريبا. عشان كده زي ما كنا بنقول في السلايد ايه، ده اللعب حياه. فكل حاجه انت يا ماما وانت يا مربي بتستخدمها مع الطفل وبتحركه بيها هو بيتعلم. برضه الحاجات التلقائيه البسيطه بتاعتنا بتاعت زمان، الشخشيخه، هو بيعمل ايه؟ المدارك بتاعته بتوسع، يبتدي يركز الاصوات من خلال الاصوات اللي بيشوفها. لا هو بيسمع الاصوات اللي بيسمعها والالوان بقى، وبعد كده يلتفت نظره لان في حاجه بتتحرك، هو لسه ما ادركش ايه اللي ده. فعينه تيجي عليه، تدخل الصوره ديت في الذهن بتاعه او في الذاكره بتاعته، والصوت دوت يبتدي يتعلم ايه هو، خلاص ابتدت المعرفه. يا احنا كده ملينا قدراته السمعيه والبصريه. ده مجرد ان انا بمسك الشخشيخه وبديها قدام الطفل. علشان كده زي ما كنا بنقول دلوقتي، الطفل اللعب حياه. الطفل من غير لعب هو معاق. الانسان بيتغير تماما طول ما هو بيلعب. ممكن حاله نفسيه تتغير من سلبيه لايجابيه من خلال اللعب، سواء ممكن اطفال او كبار ولا اطفال بس؟ هو اساسا الكبار بيستغنوا عن اللعب؟ لا على طول. يعني من ضمن الكبار احنا بنقول مارس رياضه، كل ما تكبر في السن مارس رياضه اكتر. طب ما الرياضه لعب. يعني حتى احنا لما بنتفرج على الكوره، ده مجرد احساسنا ان احنا بنتوحد مع اللاعب، وده على مستوى العالم كله، قد ايه احنا بننطلق، قد ايه ان هي الحاله النفسيه بتاعتنا بتتغير.
فاذا كان نشاط رياضي قدامنا واحنا متفرجين سلبيين والمود كله بيتغير والاحساس كله بيتغير، فما بال الطفل بقى اللي هو بيمارس ده بنفسه. علشان كده برضو لو شفنا السلايد اللي بعد كده هنلاقي قد ايه معانا صوره دلوقتي هتظهر. حضرتك اتفضلي قولي قد ايه هنا هوت الاطفال لما بيلعبوا ومفيش دافع عندهم غير ان هم يستمتعوا وبيتميزوا كمان بالسرعه والخفه، واللعبه الاخرى بتكون متميزه بالسرعه والخفه، قد ايه ده بيخفف من الحاله النفسيه، قد ايه ده بيخلي الطفل في حاله انطلاق. حتى لو هو كان نازل من البيت لاي سبب ان هو كان زعلان منه او اي ظروف كانت موجوده في البيت، مجرد ما نزل في وسط مجموعه الاطفال وابتدى ينطلق وابتدى يتميز اللعبه بتاعته بالسرعه والخفه وان هو مش عايز يعمل حاجه غير يتبسط، بيرجع ناسي كل حاجه. وخصوصا ان الطفل كتله من المشاعر، الطفل احاسيسه او حياته كلها عباره عن لسه انفعالات، فمجموعه الانفعالات اللي بيطلعها من خلال اللعب اكنها المصفه بالنسبه للدم، اكن يعني بيحصل عمليه غسيل لكل السموم اللي دخلت للجسم. نفس الشيء كل السموم اللي دخلت لنفسيه الطفل، كل السموم اللي دخلت في ذكريات الطفل وعقله، كل ده بيتنضف عن طريق اللعب. طب الام ممكن تلاعب طفلها العاب معينه بحيث ان هو حتى لو ما نزلش بره البيت ممكن تلعبه العاب معينه بحيث ان هي تخفف الحاله النفسيه اللي ممكن تكون مضايقه الطفل نفسه؟ المكان والزمان. وبرده هنشوف دلوقتي مجموعه صور تاني هتعبر لنا عن دوت قد ايه ان الطفل كل ما المكان بيكون واسع في اللعب كل ما بيكتسب مهارات اكتر وكل ما بيكتسب معارف اكتر، كل ما المكان يكون ضيق هو برضو بيعرف يعيش في العالم الخاص بتاعه. زي ما قلنا ده لسه كان ايام وبيبتدي يلعب العاب صوتيه، وبعد كده بيكبر شويه يبتدي يتحرك، يعني هو عمره لسه 4 شهور بنلاقيه عمال يعمل رياضه، ايده عمال تتحرك من الناحيه دي ورجله عمال تتحرك من الناحيه دي. حركه البيبي بتبقى دي رياضه بيعملها سبحان الله. كل ده الغرض منه ايه؟ النمو. عشان كده من اهم وظائف اللعب نمو الطفل. غير طبعا بناء الشخصيه. فهنا الطفل وهو بيلعب في البيت احنا كده بنضيق المكان، بنضيق المساحه، كل ما الطفل بينطلق وبيلعب مع اصدقاء احنا كده بننمي النمو الاجتماعي. والقواعد اللي بيلعبها او القواعد اللي هو بيخليها اثناء اللعب بتاعه ده بيخليه ان هو ينطلق اكتر. يعني لما انا دلوقتي بلعب في وسط اصحابي مش انا بكتسب المعارف الاجتماعيه؟ مش ده بيحصل تربيه وجدانيه لي؟ بس احيانا يا دكتور نلاقي الطفل منطوي شويه او عنده نوع من انواع الخجل بالظبط كده او الانطوائي الاجتماعي. ازاي الام تكتشف ان ده مرض نفسي في شخصيته وتعالجها ازاي وامتى تبدا ان شاء الله؟ اول حاجه لازم نبقى عارفين ان مفيش طفل بيتولد معاق او عنده مشكله حقيقيه. تمام. الطفل بيتولد صفحه بيضاء، ممكن يكون عنده مخزون وراثي. بس البيئه هي اللي بتساعد على ظهور المخزون الوراثي ده. دكتور هي الحاله النفسيه للطفل ممكن تكون اصلا موروثه من خلال الام والاب؟ ده اكيد. Yeah. الوراثه عامل اساسي في الامراض النفسيه كلها. مش ما بنقولش عامل الوحيد. بس ده عامل اساسي، يعني القلق موروث بنسبه 20%، الاكتئاب موروث بنسبه 25%، الفصام موروث بنسبه 25%. سبحان الله، يعني الام او الاب لو مكتئبين هيجيبوا الطفل بيطلع مكتئب. يا سيدي طب ما ده شيء طبيعي، هو اساسا مين بيديله؟ مش الطفل هنا هو مين بيديله؟ بيتاثر بالعوامل المحيطه بيه وهو جنين كمان. سبحان الله. مش ان هو اصلا بيبقى مولود، لا. طب بطن امه. أنا سمعت معلومة قبل كده إن الطفل أثناء ما بيكون جنين جوه بطن الأم ممكن يسمع القرآن ويحفظه كمان سبحان الله من خلال قراءة الأم ليه. من أول ما الطفل بيبقى جنين في شهرين حاسة السمع بتشتغل. تمام. بس بتشتغل بقى إزاي والميكانيزم بتاعها إزاي فعلا إحنا لسه الأبحاث ما مددناش بيانات اكيده، بس البيانات الاكيده اللي وصلت لنا عن طريق الابحاث العلميه في الموضوع دوت ان فعلا من اول عمر شهرين الطفل بيسمع، الطفل بيخزن، الذاكره بتاعته بتبقى شغاله، وقبل ما يكتمل الحمل بتاعه والولاده فعلا بيكون عنده مخزون كبير من الام. احنا في عندنا كمان منهج في العلاج اسمه الهولوتروبيك بيوصل احيانا ان احنا بالعلاج بالموسيقى بنوصل ان الطفل كان جنين في بطن امه وبيقول احداث مرت فعلا رغم ان هو ما يعرفش عنها حاجه.
انا هاخد حضرتك لنقطة ان احنا ممكن نعالج الطفل من خلال الموسيقى. اكيد ده فيه ده منهج كبير. ازاي بقى نعالج الطفل من خلال الموسيقى وسماعه ليها يعني؟ طيب احنا يعني نربط الموضوعين ببعض ونقول ما هو اساسا الالعاب الموسيقية لعبة، ايوه البيانو بالظبط، لعبة، الاورج لعبة، الكمان لعبة. طيب الطفل اساسا بما اننا كنا جايبين قبل البرنامج سيرة التوحد، الطفل المتوحد ده اساسا حاسة السمع بتبقى عنده عالية جدا، وهو بيحب او اغلبهم بيحبوا الموسيقى عشان بيحب يركزوا قوي في الطبقات الصوتية بتاعت الموسيقى، فهو هنا بيعرف يجيب النغمة الموسيقية. دكتور هو الطفل بيلفت نظره اكتر او بيلفت انتباهه السمع ولا البصر الاول؟ يعني لما انت بتجيبي له لعبة معينة فيها موسيقى او لعبة في ملونة مثلا احمر اصفر اي شكل من الاشكال، ايه اكتر حاجة تلفت نظر الطفل، هل سمعه ولا البصر؟ لا، الانماط في حاجة اسمها الانماط التمثيلية للبشر، ففي شخص بصري وفي شخص سمعي وفي شخص حسي، فعلى حسب طبيعة الانسان ايه اللعبة هتجذبه. بس في نفس الوقت ان الشيء طبيعي لما بنحب نعرف اي حاجة في الاجابات بنبتدي نشوف اصلها ايه في الكون. يعني الصوت بيتسمع قبل او نقول ايه الرعد بنسمعه وبعد كده بيظهر البرق، سبحان الله. فالصوت هو اللي بيظهر الاول في حياتنا وبعد كده هو بيظهر الصورة، بندرك الصوت الاول وبعد كده بندرك الصورة. تمام. طيب عايزين نعرف علاج تشتت الانتباه الاطفال من خلال اللعب، ازاي نعالج تشتت الانتباه لدى الطفل من خلال الالعاب؟ ما هو تشتت الانتباه دوت ده واحد من الامراض، هو يعتبر الامراض العقليه مش الامراض النفسيه، وبرده دي فرصه ان احنا نفهم الساده المشاهدين ان بلاش كلمه مرض عقلي تخوفنا. ليه؟ أيوة. احنا عندنا هنا هوت موروث ثقافي ان الامراض سواء نفسيه او عقليه دي معناها جنون، بس دي مش حقيقه. بالظبط. يعني في عالم من العلماء قال مصطلح حلو جدا، الجنون نوع من انواع عدم القدره على تحمل المسؤوليه. الجنون يعني الشخص اللي مش عايز يتحمل المسؤوليه حقيقي، ده شخص بيعيش في عالم خاص بيه، هو اللي بيهيئ العالم ده ولا ده بيكون خارج ارادته؟ لا نقدرش نجزمها قوي، يعني انا بستشهد بهذا بالعالم دوت بناء على ان احنا بنتكلم بصفه عامه مش بنتكلم في مجال تخصص شديد. بالظبط. هو طبعا الكيمياء بتاعت الجسم بتاثر، يعني بس انا قصدي في الحته دي عايزه اقول حاجه مهمه. تفضل. ان الحاله النفسيه للانسان ده حاجه طبيعيه جدا. يعني في واحد عصبي علشان طبيعته كده الكيمياء بتاعت جسمه، واحد عصبي علشان السكر عنده عالي، واحد عصبي علشان هو واخدها من ابوه وامه، مش معنى كده ان هو مريض. ومعنى كده ان هل دي حاجه نغفلها؟ لا، دي حاجه محتاجه مساعده. بالنسبه برضو للتشتت الانتباه لما كنا بنتكلم عليه ان هو كمرض عقلي، هو مش جنون، لا ده طفل مركز من مراكز المخ لسه ما اشتغلتش بكامل طاقتها، او ممكن يكون لسه المركز ده ما نماش، لان تقريبا مخ الطفل بينمو مع التطور السن الطبيعي ليه. هو احنا بنتكلم هنا كمرض فرط الحركه وقله الانتباه، ده مرض ونزل في جدول الامراض النفسيه ويبقى مصنف حاليا ضمن الامراض العقليه. تمام. فده مش معناها جنون، ده معناها ان مركز من المراكز المخ لسه ما نماش النماء الطبيعي، او المركز ده اساسا ضعيف زي الطفل اللي عنده شلل اطفال، هو المركز ضعيف هيفضل طول عمره يعني الانتباه بتاعه ضعيف. بس سبحان الله كل مركز ليه مركز مقابل، زي ما انا عندي ايدي يمين عندي ايد شمال، لو ايدي اليمين ضعيفه ايدي الشمال هتقوى، فالقوه في الاخر هتبقى متوازنه. فعلشان كده بالنسبه اللعب والامراض النفسيه احنا بنستغل اللعب كمنهج علاجي ان احنا ننمي القدرات بتاعه الطفل. فهنا هو لو الانتباه ضعيف التركيز هيبقى قوي، لو التفكير التحليلي ضعيف التفكير المنطقي هيبقى قوي. في تمارين معينه ممكن الام تلعبها مع طفلها بحيث ان هو تنمي مستوى الذكاء او مستوى الادراك عنده؟ اساسا احنا لما عايزين ننمي ذكاء الاطفال ده بننميه عن طريق اللعب اساسا.
اي حد عايز ينمي ذكاء عن طريق اللعب. مثلا نقول برنامج زي اليوسي ماس، طب ما ده عباره عن ايه؟ العاب رياضيه. تمام. بالنسبه للقراءه عباره عن ايه؟ العاب تفكير. يعني لما انا اقول للام للطفل طب يلا بقى نلعب مع بعض، ايه الفرق بين الارنب والفرخه؟ طب ايه وجه الشبه بين الارنب والديك؟ لعبه ولا مش لعبه؟ لعبه. ويتبسطوا جدا. ايوه اكيد. وخصوصا بالنسبه للسن الصغير. طب ما انا هنا نميت عنده كذا حاسه، نميت عنده التفكير، ونميت عنده الادراك، ونميت عنده الذاكره البصريه. ما هو انا مجرد ما بقول له كده لمسك الكتب اصلا، يعني انت بتعلمي الطفل ان هو يحب الكتب والرسوم والالوان، دي بتخلي في حب ما بين الطفل والكتاب. ده غير بقى الالعاب بالالوان. بالظبط. ما هو كده اهوت، مجرد ما انا اديته بس لعبه السؤال دوت، دي حاجه. لما جبته اجيب له الوان واجيب له ورق يرسم عليه، ما هو ده لعب. اللعب بالقلم والالوان. فلما لعب هنا اهوت رسمها، طب دي جميله قوي، طب هي فعلا شكل الحقيقه؟ الاضافات اللي انا بساعد الطفل بتكلم فيها، ما هو ده الذكاء. الذكاء ايه الا القدرات العقليه والمهاره في حل المشكلات. بما ان احنا حضرتك قلتي المهارات العقليه، طبعا عايزين نعرف علاج التاخر التعليمي او التاخر العلمي لدى الطفل من هو في كي جي 1 او كي جي 2. ازاي الام تدرك ان طفلها عنده مشكله في الناحيه العلميه، مدى استوعابه للمذاكره والاطلاع؟ اول حاجه احنا لازم كأم وأسره ان احنا نبقى باصين لبيتنا. تمام. طول ما انا ام متفتحه، طول ما انا ام عايز اكسب ابني المهارات كتيره جدا هو بيتعلم. طول ما انا خايفه وعماله ابص على الظروف حواليا واقول لا ظروفنا ما تسمحش بخروج الطفل، لا الشارع مش امان، لا الطريق زحمه، لا ما عندناش الوسائل ان احنا نشترك له في مركز الشباب، حتى مش هقول النادي. طول ما انا بقفل على الطفل، طول ما هو يكون عنده تاخر. انما طول ما الطفل بيمارس اللعب وبيكتسب المعرفه، هو الذكاء بينمو لوحده تلقائيا. عشان نرجع نقول الطفل اللعب حياه. علشان هو من خلاله بيكتسب المهارات العقليه، المهارات الوجدانيه، المهارات الاجتماعيه، المهارات العقليه. فهي كلمه مهارات هي مجمل كلمه الذكاء. طب نقدر نقول الالعاب الملاهي المتواجده في بعض الاماكن زي النوادي والاشياء الترفيهيه دي ممكن يكون ليها فايده للطفل؟ اكيد. بس احنا عايزين نعرف بقى السلبيات. احنا اكيد عارفين ان كل الالعاب ليها ايجابيه للطفل. ما هو احنا هنا عشان نتكلم على كلمه الطفل إيه؟ لازم نقول سن. سن معين. ما ينفعش ابدا اقول كلمه الطفل ديت باكج واحد، مستحيل. ممكن نقول طفل ده معناها مراحل مختلفه. ايه المرحله اللي في الطفوله؟ ايوه. يعني انا لما هاجي هنا الواحد عمره 17 سنه، طب ما ده طفل. هل هنا اوديه الملاهي كل يوم؟ لا طبعا. طب اكيد سلبي. طيب هل هنا طفل عمره 7 و8 سنين هل يروح الملاهي مره كل اسبوع؟ ده هيبقى مفيد ليه. ليه؟ من خلال الالعاب اللي هو بيلعبها بيتعلم حاجات كتيره، بيتعلم تكنولوجيا. طب هنرجع للالعاب الكتير قوي ديت، لكن بعد اتصال معانا تليفون. اتفضل. ام عبد الرحمن اتفضلي، اهلا بيكي. طب سمحت كنت عاوزه اسال الدكتوره على حاجه. اتفضلي الدكتور معاكي. لو سمحتي يا دكتوره، انا ابني عنده سنه وتسع شهور، احنا عايشين في شقه، فبيقدر يعيط ان هو ينزل يلعب في الشارع يعني. فانا بننزله من دلوقتي كتير، نيجي نطلعه مش بيرضى، وبيطلع تريق وصوات وعياط، ممكن يطلع الشقه يفضل متوره ان هو يعني ان احنا عايزين ننزله تاني. فدي مشكله احنا مش عارفين نتعامل معاها ازاي. غالبية الشعب المصري اصلا بيحب ينزل الشارع مش هو هنا. ابنك عبر لنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه، بيقول انا مخنوق يا جماعه. وانت نفسك قلت ايه يا ام عبد الرحمن؟ اول ما قلتي انا بالنسبه لي ابني اول ما بيقعد في البيت بيعيط، وقلتي انا قاعدين في شقه، حسستيني على طول ان الشقه ديت مقفوله. الشقه هنا عايز ينطلق، عايز ينطلق. ما احنا من ضمن حاجاتنا احنا كامهات بقى في الشقق بتاعتنا العفش
ضيق الشقق، الشقق اساسا ما بقتش زي زمان مساحات قلت، مساحات كبيره، وحتى لو في مساحه كبيره العفش يعني وموسعه له الطريق وكل حاجه ان هو يقدر يلعب ويجري. ايوه يقدر يلعب ويجري او غيره كل حاجه. التغيير بينزل الشارع ده يعني كتير، يعني ممكن 3 مرات في اليوم او حاجه يعني، وبينزل لو مثلا لو بابا نازل يصلي بينزل معايا يعني، تفضل يتصرف. هو عنده اخوات؟ نعم عنده اخوات ولا هو فرد؟ اه كنت هسال يعني، هو عنده سنه وتسع شهور، ده هو الكبير، وجاي له اخ صغير عنده حوالي 4 شهور، فهو بيضربني انا يعني، هو بيضربني انا مش عارفه يعني، عايز اعرفه من عيب ان هو مثلا يضرب مامته او باباه، فانا مش عارفه يعني اتعامل معاه مع النقطه دي ازاي، يعني هل مثلا اعذره ان هو مثلا ما يقدرش يضربني او هقول لك انا بس واحده واحده عليا. طيب بنشكر حضرتك واسمعي الدكتور هتجاوب عليكي حالا دلوقتي. يعني زي ما كنت بقول هنا اهوت، خلي بالكم اول كلمه هنا ايه، الطفل مخنوق. ظهر سبب تاني، الطفل مخنوق ليه؟ جاله طفل جديد فهو غيران. بالظبط. مش معنى كده اهوت ان الطفل ده مخنوق من البيت بس او مخنوق من الاسره بس، لا، الطفل بطبيعته عايز حريه، عايز ان اكون انا موجود. انا اساس الحياه، فانا اساس الحياه ديت ومارس الحياه. طيب انا هنا هي ممكن تكون الام قل اهتمامها بيه ولقيت شيء طبيعي، مش قل مهتمه اهتمامها بيه، ده شيء طبيعي. شيء طبيعي ان هي دلوقتي كانت بتقسم مجهودها على طفل او طفلين، بقى بتقسم مجهودها على طفلين او ثلاثه. تمام. فشيء طبيعي، غير كده هو لسه والده، فطبعا الحمل ربنا سبحانه وتعالى وصفه وهنا على وهن. فهنا نجاوب بقى على الام على طول ونقول لها طفلك محتاج احتضان، هو عايز يخرج على اساس ان هو يحس ان انا سعيد، اني انا مبسوط. يبقى هنا احنا هنا هنبقى نديله عطف ورعايه وحنان كتير جدا علشان نعوضه احساس المشاركه بتاعت اخوه اللي بقى موجود دلوقتي. بالاضافه ان طول ما هو خارج خلي بابا ماسكه في ايده. ليه؟ على اساس ان هو هيكتشف حاجات جديده، هيعرف مهارات جديده، كل ده هيخليه ان هو سعيد بنفسه وان هو بيعمل اعتزاز بنفسه. علشان كده بنقول لك عم عبد الرحمن بالنسبه لابنك خرجيه على قد ما تقدري، وفي نفس الوقت خليه العطف والحب والحنان هو العلاج الحقيقي ليه، بلاش الضرب ارجوكم. وخصوصا في حالات الطفل اللي هو بيعيط كتير وبيزن وهو في الصغر قوي، ده ممنوع منعا تاما الضرب. ليه؟ عشان هو بيشتكي، هو العياط بتاعه بيشتكي. ده بيشتكي، الزن بتاعه ده بيشتكي، اللي هو كفايه ضرب، هو ما بيتكلمش، هو لسه القدرات العقليه بتاعته ما بقتش قادره ان هي تنطق باللي هو عايز يقوله. تمام. حضرتك استأذنك معانا اتصال تليفوني، استاذه فاطمه اتفضلي معانا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. انا فاطمه مش استاذه فاطمه. انسه فاطمه اتفضلي. ام فاطمه. تمام. ام فاطمه عندي بنوته عندها 3 سنين. اوكي. علي صوتك شويه استأذنك. بقول لحضرتك انا عندي بنت عندها 3 سنين. تمام. دايما بتبقى عايز تبقى في الشارع، انا هي واختها، انا عندي بنت تانية اصغر منها حوالي 10 شهور، بس على طول قاعده قدام التلفزيون ساكته، على طول مش عايزه تلعب، عايزه تتفرج على الكرتون وبس. انا فعلا مقصره ان انا ما بخرجهاش على طول، بس لما بتحب تخرج بحس ان هي تايهه ومش مركزه، بتبقى عايزه تنطلق في الشارع وعايزه تروح وتيجي لوحدها بدون تركيز، ببقى خايفه عليها ومش عارفه اتصرف معاها، اعمل ايه لو سمحت. اللي هي عمرها 3 سنين يا ام فاطمه. 3 سنين. وعندك طفله تاني عمرها 10 شهور. 10 شهور نفس تقريبا المشكله اللي كانت معانا قبل كده. ماشي يا ام فاطمه، وبشكر حضرتك، الدكتور هترد عليكي حالا. زي ما كنا بنقول خلي بالكم ان عمر الطفل يفرق كتير جدا. يعني كل ما الطفل بيكون اصغر كل ما هو محتاج منك انت رعايه واهتمام اكتر. بس رغم كده ما ينفعش ان انا اقصر في حق كل الاطفال في كل الاعمار. علشان الطفل اللي لسه اصغر ده مداركه اقل، علشان كده عايز انت الادراك بتاعك. يعني هو بيدرك الحياه من خلالك انت، فهو لسه في مرحله تعليم، مرحله اكتساب مهارات. عملتي خطر كبير قوي، وللاسف امهات كتير بيقعوا فيه، ان هم بيسيبوا اطفالهم قدام التلفزيون ووقعوا، انا بسميه بير الادمان، للاسف بير ادمان الافلام الكرتونيه، بير ادمان التلفزيون،
السحر اللي فيه. هنعرف بير الادمان دوت، لكن هنروح نطلع لفاصل ونرجع نعرف مع بعض ايه بير الادمان ده. اتفضلوا معايا. خبر عاجل، عايز تعرف نتيجتك في الابتدائية قبل ظهورها في المدارس؟ يلا نفرح أهالينا وحبايبنا ونطمنهم على نتائجنا. عايز تعرف نتيجتك ومجموعك الكلي في كل المواد؟ تحت إشراف محافظة القاهرة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة. اتصل من أي خط أرضي على 09000316. اتصل بينا حالا ودخل رقم جلوسك واعرف مجموعك الكلي. اتصل واعرف نتيجتك قبل اي حد تاني. اتصل من اي خط ارضي على 09000316. هذه الخدمة متوفرة لطلاب محافظة القاهرة فقط. بتحلم كتير، احلامك بتشغلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول، ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94172، هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم مرة تانية في برنامج أحلى طفولة. كان عندنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن بير الإدمان، ودلوقتي الدكتور هنعرف منها حالا إيه بير الإدمان ده يا دكتور. بير الإدمان إن المشكلة اللي بنقع فيها بعمق، وإحنا كأمهات بتريحنا. يعني مشكلة رغم إن هي خطيرة جدا، إلا إن إحنا كأمهات بنتبسط بيها. ليه؟ أستاذ، إحنا هنا بنلاقي نفسنا سيبنا ابننا قدام التلفزيون، سيبنا ابننا قدام الكمبيوتر، سيبنا ابننا قدام الكرتون، وإحنا مش مدركين إيه اللي بيحصل. طب هناخد اتصال معانا. أستاذ عبد السلام، اتفضل معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا مشكلة ابني النطق كان قبل كده، دلوقتي بيتكلم نقدر نقول بسيط بالمتابعة مع دكاترة أفاضل. أنا شكوتي حاجة معينة، وأمه قاعدة قدام مني دلوقتي. أنا باخده أخرجه وأفسحه، وبصي واخده على كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبوهم لسبع، نعلمه باللعب. معايا حضرتك؟ مع حضرتك، اتفضل يا فندم. امه بتتبع معاه اسلوب القناه اللي يخاف منها، عايزه تلبي طلب هو يلبيه، تروح جايبه له القناه اللي بيخاف منها، تضربه بالشبشب، تزعق له. دي بتعذب. كنا لسه بنقول الا دي يا ماما، الا دي، الا الضرب، الا الترهيب، الا التخويف. الله يبارك لك. انت يا ماما لما بتعملي كده اهوت، احنا عايزين نبني شخصيه، احنا عايزين نكون انسان. لما انت بتعملي معاه كده هوت، انت بتقتلي الانسان. هو ممكن انسان يبقى ميت وهو عايش كتير جدا، وكده بتقتل شخصيته من خلال ايه؟ انت شخصيه اتقتلت، انسان اتقتل. هو الانسان ايه الا مجموعه من السلوكيات والتصرفات. احنا بنشكر حضرتك استاذ عبد السلام، وخليك معانا، الدكتور هتجاوب عليك. اتفضل يا دكتور. نرجع نقول هنا زي ما كنا بنقول لماما، ما ينفعش. انا يعني بسم الله ما شاء الله، بالنسبه للاب هنا هوت جابها من الاخر، لا جابها من الاخر. اول سبع سنين لعبوهم لسبع، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا، او الوصايا الاسلاميه قالت لنا. يبقى احنا هنا اهوت لعبوهم لسبع، وارجوكم ملكوش دعوه بيهم. هم لسه بيتشكلوا على الفطره اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لهم. كل انسان عنده فطره سليمه. انا الفطره السليمه ديت هبتدي احرك فيها وادخل شخصيتي كأم، مش من حقي. احنا كده كمان بنتعرف شخصية الطفل.
كده بتضعفها. بنضعف المادة الخام. يعني دلوقتي أنا لما بيكون عندي ذهب الذهب أساسا بيبقى نقي، إنما لما أحط له نحاس هيبقى عيار مثلا 21، هزود أكتر مواد إضافية هيبقى 18، هيبقى 14. ابنك مولود بفطرة ربنا سبحانه وتعالى غني جدا، هو قيمة عالية جدا، كل اللي مطلوب منك ابرزي قيمته. طب اعتبر بقى بعض الامهات تسالني ساعتها وتقول لي ايه، طب ما هو ابني عصبي. شوفي السبب، العصبية مش هتلاقيه عنده ابدا، هتلاقي خلافات في البيت، هتقولي ان ابني ما بيسكتش لسه مولود وبيزن، يبقى ابنك اساسا جسمه كان ضعيف او في مشكلة صحية عند الابن، عشان كده بيعيط، عشان كده بيعيط كتير، ممكن يكون جعان او بطنه بتوجعه، في حاجه الماه هو عشان كده بيعيط، مش اللي هو بيعيط. الطفل اللي بيعيط على وياكل ويشبع ويسكت ده الطفل الطبيعي. انما الطفل اللي الام بتعمل له كل حاجه ولسه بيعيط، برضو دي اساسا مشكله هي مش واخده بالها منها. يعني لا اما حاجه مضايقاه قوي وحاجه حقيقيه في البيت، لا اما ان هو فعلا في وجع جسدي والأم مش واخده بالها منه. يعني من ضمن الامراض الجسديه اللي بتاثر قوي في الاطفال حديثي الولاده اللي هي نقص الكالسيوم. الام هنا شايفه ان الطفل عادي خالص قدامها، بس هي اهملت ما شربتش لبن كويس، او ما كان جسمها هي ضعيف، فالاخر هو الكالسيوم عنده قليل جدا، فبيبتدي يعيط، عظمه بيوجعه. زي ما احنا بالنسبه لنا كده لما يكون في اي حاجه بالنسبه للعظم، هل احنا بنقدر نعمل اي حاجه؟ لا، بنبقى موجوعين. الطفل ما بيقدرش يعبر، يعني معنى كده لما نلاقي طفل بيعيط او بيزن كتير زي ما الام بتقول، لا اعرفي ان في حاجه بتقلم الطفل، ما تسيبوهوش يعيط او تضربيه او السبب الحقيقي. السبب، عالجي السبب وارجعي للدكتور. ونرجع نقول تاني، الخوف من ضمن الامراض النفسيه. فهنا بالنسبه للام اللي كانت معنا دلوقتي، انت مش بان انت بتقضي على شخصيته بس، لا ده انت كمان بتزرعي مرض نفسي بتعقده من هو صغير. بتزرعه، فما بقى ان هو صغير كده لما هيكبر هيعمل ايه. وبرده علشان الحاله ديت من الحالات المنتشره والخطيره جدا، اقول لها دلوقتي ممكن يسكت ودلوقتي هيخاف منك، انما تعالي شوفيه بقى لما يوصل مرحله المراهقه، وحاولي ساعتها تسيطري عليه. في حاجه انا بشوفها كتير عند الامهات، لما بتكون شايله الطفل او قاعده بيه بيفضل يعيط، اول ما بتقوم بيسكت، ليه؟ ايه السبب؟ لا دي هنا اهوت ما بتبقاش، بتبقى على حسب. يعني هنا قصدك الطفل المدلل، قصدك الطفل اللي هو قاعد اللي امه واخداه منتبهه له جامد جدا، فهو زهق منها وزهق من تعليماتها. ممكن هل الطفل هنا اهوت عايز يلفت الانتباه دايما، فطول ما هو قاعد معاها عمال يعمل سلوكيات مش حلوه، انما اول ما هي تبعد عنه يحس ان هو بقى شخص مسؤول. تمام، معانا اتصال تليفوني، واهلا بيكي هبه، اتفضلي معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. معلش انقطع الاتصال، كملي يا دكتور. فاحنا بنتكلم لما بيكون الطفل بيزن لازم نفهم ايه السبب، عشان ده برضو من ضمن الامراض النفسيه اللي هي اسمها ثورات الغضب. فهنا ثورات الغضب دي لها اسباب كتير، فلازم نعرف اكتر تفاصيل عن المحيط الاسري او ايه اللي بيحصل في تربيه الطفل عشان نقدر نوظف ونتكلم. تمام دكتور. طب عايزين في اقل من دقيقه نعرف الجلوس الاطفال امام شاشات الكرتون بمختلف انواعها، بيقعدوا فترات كبيره، هل سلبيه ولا ايجابيه؟ في خاصه قنوات بتبقى بتعلم الطفل، وفي قنوات بتبقى ترفيهيه، توم جيري، الحاجات دي. طول ما الطفل بيلعب رياضه، طول ما الطفل بيلعب بالالعاب الخاصه بتاعته، وخصوصا يا جماعه اليدويه، ارجوكم لو بتحبوا ولادكم فعلا خليهم ايديهم دايما مشغوله. في مثل انجليزي بيقول الايد الخاليه يسكنها الشيطان، علشان كده هوت طول ما ابني ايده شغاله مهما كان سنه قد ايه. عشان لما كده برجع وبقول لكم، احنا في اول الحلقه كنا بنقول ان الطفل اللي عمره ايام بيبتدي يحرك ايده ورجله، هنا الحركه في حد ذاتها بتنمي العضلات، بتنمي التفكير. طول ما ايد ابني مهما كان عمره لغايه 18 سنه مشغوله، طول ما جسمه بيتحرك تحرك ايجابي غير ضار، طول ما النشاط بتاع اللي احنا في اللعب يبقى نشاط موجه ليه، موجه يعني كلمه موجه يعني تحت اشراف مدرب،
تحت اشراف حد بالغ. يعني يا دكتور الام لما تلاقي ابنها قاعد قدام التلفزيون بالليل الصبح عادي تسيبه قدام الكرتون ولا نص ساعه هتنميه وتكبره وتعلمه؟ ساعه دخلنا في الضرر، ساعه وخمس دقايق ابنك بياخد ضرر اكتر من الفايده. تمام دكتور، جاي لنا سؤال على اليوتيوب، ايه اكتر لعبه بيحبها طفل التوحد؟ بالنسبه للاطفال المتوحدين هم اطفال طبيعيين جدا واطفال عاديين جدا واطفال حساسين للغايه، بس كل مشكلتهم ان هم ما بيحبوش التواصل الاجتماعي. ليه؟ زحمه الصور وزحمه الاصوات بتزعجهم، فالصور والاصوات المزعجه بالنسبه لهم دول ما بيعرفوش يرتبوها. يعني دلوقتي انا لما اجي افكر فكره، الفكره بتنزل واحده واحده، الصوره الذهنيه بتنزل واحده واحده، انما الطفل المتوحد بقى عنده كم من الصور كبير قوي، فكم الصور ده ما بيعرفش يفرزها، فعلشان كده بيحب نوع من الالعاب اللي هي الالعاب اللي بنقول ايه، بتنظف الذهن، بتنظف الصور دي، بتخليه يدخل جوه نفسه. عشان كده اي العاب فيها حركه هو بيحبها، عشان كده بتلاقيه بيعشق المروحه، بتلاقيه بيعشق الغساله. ليه؟ اصل مجرد ما بيركز فيها الصور بتبتدي تتشتت وتروح منه، علشان كده بتلاقي بيحب يدوخ قوي. اول ما تلاقي اي لعبه فيها حركه وفيها دوخه هو بيبقى مستمتع على الاخر. علشان كده من اكتر الحاجات اللي ممكن تمتعيه بيها ان في حضنك الامن، الحضن الامن للاب والحضن الامن للام يروح الملاهي. برضو العاب الالوان، بس الالوان اللي هو بينطلق فيها، اللي هو بيقعد يحركها وبيقعد يلعب بيها، مش ان هو بيحب يرسم. فالالعاب اللي خاصه باطفال التوحد اللي فيها الحركه، بس بنقول الحركه الامنه. وبرضو العربيات يعشقوها، وخصوصا اللي هي الالكترونيه. وبرضو هما بيحبوا الجيمز، بس ارجوك ابعدوهم عنها، جيمز الكمبيوتر بيحبوها جدا بس ابعدوهم عنها عشان بتاثر سلبي عليهم. الأطفال زينة الحياة الدنيا وهم أجيال المستقبل، لازم نهتم بيهم من الصغر. خلصت بسرعة حلقتنا، لكن إن شاء الله على أمل بلقاء آخر. بنشكر حضرتك يا دكتور حنان، وعلى أمل بلقاء آخر إن شاء الله. تابعونا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.